على الصعيد الميداني، تواصلت المواجهات العنيفة في أحياء ومناطق عدة بمحافظة تعز وسط غارات عنيفة وإنزال أسلحة عن طريق الجو. وذكر مصدر أمني أن مواجهات عنيفة دارت بين وحدات من الجيش المسمى باللجان الشعبية مع مرتزقة العدوان في الجحملية وثعبات وكلابة والدحي والمرور وغربي المدينة في جهة الضباب. أفاد المصدر أن قوات الجيش واللجان الشعبية دحروا المسلحين الموالين للرياض من بعض المواقع في جبهة الضباب، فيما واصلت مقاتلات العدوان غاراتها مستهدفة منزل نائب محافظ تعز الأمين العام للمجلس المحلي محمد الحاج في الجحملية وصالة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 2 آخرين. ينضم إلينا عبر الهاتف